السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله تعالى غادي نتكلم واحد شوية على هاد لي سيلول أو ما يسمى بالخلايا. كيف ما شفنا في برنامج مايكروسوفت وورد أنه الباج فاش نحرره أو نكتبه تتكينا فيد، بمعنى باج خاوية. بينما هنا في برنامج مايكروسوفت إكسل تلاحظوا أنه تحتوي على واحد المجموعة المربعات، وكل مربع عنده واحد الإحداثيات نتاعو اللي هو مثلا بحال هذا أ، وهذا كذلك بي أ، وهكذا. أي أن الواجهة أو لا المكان فين تنكتبو أو لا تنحرره تحتوي على مجموعة المربعات، وهاد المربعات هذه ما هي إلا مربعات وهمية، بمعنى أن نحنا مثلا إلى أمبريمينا هاد الباج هذه هاد المربعات ما غاديش تطلع لينا، إنما هاد المربعات أو لا لي سيلول أو لا الخلايا هي تتعاوني هي باش ندير واحد لو تريتمون تاع الكالكولي، كيفاش نكالكولي مثلا او ما شابه ذلك. نجيو مثلا حنا على سبيل المثال ندير واحد الزوم، نديرو شي حاجه باغ اكزومبل، ندير واحد الزوم. تلاحظوا انه مجرد درنا واحد الزوم عطانا واحد الباج فيد، باج خاويه، عطانا هذا الحرف بي بوحدو، يعني ان هاد الخطوط هادو اللي بهذا الشكل هادو او هاد المربعات ما هي الا مربعات تعطيني العبر باش نحسب. كيف ما هو معلوم ان برنامج مايكروسوفت اكسل عنده علاقه وطيده بالحساب. اذا الشيء اللي ممكن نستنتجو ان هاد المربعات هادو ما كاينينش هما اصلا في الباج، انما هما مربعات وهميه وتعاونوني باش ندير واحد المجموعه نتاع الحسابات. ثم شيء اخر اللي خصنا نعرفو ان هاد المربعات هادو كل مربع عنده واحد الاحداث يدعو، مثلا هذا ا سي سي 4 وهكذا دوالي. طيب ثم كاين واحد الشيء اخر ممكن نشير ليه، هو ان هاد المربعات هادو عندها واحد القياس في الطول وعندها واحد القياس في العرض، هي على شكل مستطيل، وممكن انا كذلك نغير لها لاطاين تاعتها، وهذا الشيء ان شاء الله تعالى غادي نشوفه في دروس متقدمه ان شاء الله تعالى، وغادي نكتفي بهذا القدر هذا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.